مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. وصبحكم الله بالخير من بلغاريا، دولة في جنوب شرق أوروبا وهي من دول البلقان. هذه الدولة عاصمتها صوفيا وسكانها 8.5 مليون تقريبا. اللغة الرسمية هنا اللغة البلغارية، والعملة هي الليف، والليف الواحد يساوي 2.15 ريال سعودي، بمعنى آخر اليورو الواحد يساوي 2 ليف تقريبا. بلغاريا مثل رومانيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 ولم تنضم إلى الآن في دول الشنغن، ومن أهم الأسباب يخافون انتشار الغجر في أوروبا. بلغاريا حكمها العثمانيون أكثر من 500 سنة، بالتالي كثرة المساجد هنا وكثرة أيضا المسلمين، يقولون نسبتهم ما بين 14 إلى 25% من عدد السكان تقريبا. تغطيتنا ستكون عن العاصمة صوفيا، ونبدأ في الخريطة السياحية لأهم الأماكن. الآن أنا في منتصف شارع يعد أحد أهم الشوارع في مدينة صوفيا. يقع على هذا الشارع مسجد اسمه باشي بانيا. مسجد بني عام 1576 أيام الحكم العثماني، ويوجد في صوفيا ثلاث مساجد، واحد تم إغلاقه والثاني متحف والأخير للأسف تحول كنيسة. مسجد بني فوق المنتجعات الحرارية الطبيعية، يعني الحمامات التركية، وهذه بعض الأثار الموجودة. راح أصور لكم الجانب الآخر فيها الآن عملية ترميم. تلاحظون ترميم للمنتجعات الطبيعية الحمامات التركية، والمسجد المعلومية سمي على المنتجع الأوسط بينهم باشي بانيا. هذا المسجد من الداخل طبعا ما زال في عملية ترميم، لاحظوا السقف في شغل فوق. قسم ثاني اعتقد مصلى النساء، لكن حاطين به صالة رياضية يبدو. هذا هو قسم النساء. طول اللبس هذا في أوروبا على باب المسجد بسبب أن الرجال جاي لابس شورت، فيلبس هذا في استرارته، وهذا ثوب صلاة للمرأة. هذه الله يعزكم دورات المياه المسجد، والحقيقة مرتبة نظيفة. وهذا الجانب الثاني اللي هو المواضي هنا. المسجد، وأمام المسجد في عندنا هنا اللي هو متحف التاريخ في صوفيا. سابقا يقولوا انه كان الحمامات المعدنية، والآن اسمه متحف التاريخ ومغلق يوم الاثنين فقط. الجهة الثانية في المسجد على نفس هذا الشارع الشهير يوجد السوق المركزي في صوفيا. بروح اوقف قدامي ذا يا اخي، زعلنا انا بدون ندخل السوق المركزي. خلونا ندخل شيلكم من الخضره والاشياء الحلوه. شارع كله مكتوب بالعربي، يبدو انه شارع العرب عندهم. ملحمه، هذا اجهزه جوال، هذا لاحظوا حجز تذاكر طيران، مطعم وحجز تذاكر طيران. حلو يعني وين تاكل يضبطونك. منطقة أسواق جدا جميلة. هذا سوق خضرة اسمه لاديز ماركت، امتداد هذا السوق. طبعا هنا فيه كافيات وفيه مكان بيع عسل وأشياء زي. ما أعرف اسمه، هذا الجرو، هذا موز.
خط السوق الحقيقة السوق جميل جدا وأسعاره رخيصة، تحصل الكيلو على ليف أو ليف فاصلة 20، والليف قلنا يساوي ريالين تقريبا. عسل وأنواعه، لاحظوا عندنا هذا أغلى واحد بعشرة يعني بعشرين ريال سعودي. حتى الفلاليح لكم فرع ما تخافون، اللي بي طال عمرك كريك ولا مسحات ولا فاروع اللي تبي موجود. محل يصلح سياكل فالقبيسي وعبد الحكيم، وعندنا يوسف وفهد، إذا خرب سياكلكم جبوا هنا. ومثل هذا قسم مكسرات، هنا عندنا مفارش، وبالوسط هذا كله ظروف فواكه. الحلويات لاحظوا الأسعار 2 ليف 3 ليف أو 1 ليف فاصل 60، يعني هذه أشياء حقيقة ورخيص جدا. محل عطارة فرع المزيني في بلغاريا. يهود في مدينة صوفيا، وهذاك أحد معابدهم، ما يستاهل أروح له، أنا بطريقي بس. هنا بشركة اتصالات، سعر الشريحة 6000، وتعيد شحنة بأربعة، يصير عندك 1 جيجا نت. حرية الأديان في بلغاريا جت بعد نهاية الحزب الشيوعي عام 1989. قبل كانوا مضطهدين المسلمين لدرجة يغيرون أسماءهم الإسلامية. حكم الشيوعي انتهى بالانتخابات، ما كان في أعمال دموية، ولكن المسلمين كانوا قبله مضطهدين بشكل كبير، الآن يقولوا مضطهدين ولكن أقل بكثير مما كانوا عليه. أحد أشهر المعالم في مدينة صوفيا هذا التمثال اللي طوله 24 متر ويرمز لمدينة صوفيا. لو تلاحظون يوجد بوم، والبوم عندهم يدل على الحكمة. في السنتر تماما يوجد هذا الرمز، وهنا يوجد كنيسة من القرن العاشر، ثم هذا البنيان على طريقة ستالينية، يعني العمارة وقت الاتحاد السوفيتي. باني في السنتر هذه كنيسة قديمة، وهذا توزيع مركز تجاري هناك لارجو، وهذا المبنى صوفيا البلقان وفيه محلات تجارية. هذا المبنى من الطوب الأحمر، يعد أحد أقدم المباني في مدينة صوفيا. خلونا ندخل نشوف. هذا المبنى طبعا استخدم سابقا ككنيسة، الآن يعتبر كمتحف أو كمحل بيع أشياء تذكارية خاصة طبعا في المسيحيين. المبنى سابقا كان مسجد، تم تحويله إلى المتحف الوطني للآثار في القرن الماضي. هو مدخل المسجد سابقا المتحف حاليا. هذا المتحف يعرض أشياء أثرية ثمينة جدا، ولكن أنا ما أهتم كثير لهذه الأشياء، أنا دخلت لأنه بالسابق كان مسجد. هذا يعرض الذهب والفضة والبرونز والنحاس، وهذه من الأثريات، شكله عيار مية. خلف المتحف الوطني للآثار في ساحة مهمة جدا زي الحديقة اسمها ساحة الكسندر، أيضا عليها متحف ثاني هو متحف الفن. في
في حديقة المدينة، وللمعلومية ما استخدمنا إلى الحين شريحة الإنترنت، والسبب أن الشبكات مفتوحة أغلبها هنا. هذا هو المسرح الوطني إيفان فازوف، عمره أكثر من قرن. شوف الرسومات على الجدران، شوف البيت قديم، ترسم عليه يطلع شكله حلو. هذا النصب التذكاري للقيصر المحرر، طبعا امامه مجموعه من المباني، هناك كاتدرال الكسندر، وهنا مبنى الاكاديميه البلغاريه، هذا المبنى لاقدم جامعه في صوفيا. اكل الخبره ورياض الخبره، هذا لكم مكان للتدريب. شوفوا سووا زي كذا، سووا لنا حركات عشان نجتمع نبدا نتابعكم. جسر اسمه جسر النسور الأربعة. طبعا وين جاي الجسر هذا؟ فوق نهر صغير جدا اسمه نهر بيرلوفسكا. نهر بيرلوفسكا او نهر اللؤلؤ. طبعا نهر صغير جدا طوله تقريبا 18 كيلومتر، يجي من جبال فيتوشا وينتهي بنهر أورلوف. بجانب النهر الصغير في بحيرة اصطناعية اسمها بحيرة أريانا. خلف البحيرة هذه يوجد الملعب الوطني. الوطني في صوفيا، وخلف هذا الملعب في ملعب الجيش. إذا ودك تستخدم مواصلات عامة في صوفيا تأخذ التذكرة هذه رحلة واحدة بليف واحد، إذا تبي يوم كامل بأربع ألف، ولكن انتبه ترى تنتهي بالليل، مو بأربع وعشرين ساعة بالضبط مثل رومانيا. المول اللي قلت لكم عليه توزيوم هذا تراه له 50 سنة هالمول. طبعا فيه ماركات جودته عالية والأسعار الحقيقة جدا مناسبة. أغلب المطاعم في دول برا يعطونك الفاتورة حقت الطعام فيها كود، هذا الكود تستفيد منه الله يعزكم لجيت تدخل دورة المياه كبيرة من المياه المعدنية. الناس ما شاء الله كلهم هنا يعبون بهالجراكل وها جولين الماء. هذه هي المياه المعدنية، هذه تأتي من طبقات عميقة تحت. طبعا يكون دائما الماء فاتح، يكون دافي شوي، لكن مفيد جدا للصحة، خذ منهم بقدر كافي. هذا المبنى هو دار الأوبرا والباليه في صوفيا. العمدان هذه في الواجهة طبعا مهم للثقافة البلغارية. هذا نصب الجندي المجهول، طبعا لأن بلغاريا كانت تشارك في الحروب ومات العديد من الجنود. يجون هنا طبعا يحطوا لهم ورود والعلهم نار، أشياء وخرافات. وضع نصب الجندي المجهول تكريم لجميع الجنود اللي توفوا في الحروب. يجون الناس يحطون لهم ورود، عادات عندهم. تابع لتقرير اليوم قلت في صوفيا ثلاث مساجد، واحد تحول كنيسة واحد متحف والثالث أغلق. هو هذا اللي أغلق بعد الحكم الشيوعي تم افتتاحه. الآن موجه للمختصين، لاحظنا ملاحظتين، الأولى أن الإقامة نفس الأذان مع إضافة قد قامت الصلاة، الشيء الثاني أن المحراب مرتفع 10 سنتي فالإمام مرتفع عنا تقريبا بهذا القدر. لاحظتوا سواء في بلغاريا أو غيره إذا صلينا معهم يا أخي عندهم انضباط بالصلاة مش طبيعي، عندنا يا أخي حركة وتحرك وتحكك، الله يعافينا يا جماعة. حتى عندنا بالسعوديه اذا صلى جنبك اجنبي سبحان الله تلاحظ انه ما يتحرك ابد، يعني الا اذا دق جواله وطلع ينظر من ذاك استاذ. والله المقصد من هذا يا جماعه ان ننقل لكم شيء طيب، ودنا ان نتربى على هذا الشيء ونربي عيالنا عليه، فكل واحد يتابع حركاته بالصلاه عسى الله يقبل.